شاب لبناني متعدد المواهب، بيعزف على العود، بحب الفن، قدم احسن ما عنده وخلى الجمهور يصوت له ويوصله للمرحله النهائيه. رحبوا معي بمحمد جعفيل من لبنان. عوافي انتو هون؟ شو الاخبار؟ مشوبين اكيد مثل ما انا مشوب. خلينا نشرب كولا. كولا يا استاذ اذا بتريد. سلمون. لو عارفين انكم هون كنا طلعنا مشوار على البقاع، نزلنا على البحر، رحنا على الروشي مثلا، كسدرنا، كله لبنان حلو وبرود. شو رايكم تحضروا سوبر ستار مثلا؟ انا برايي تحضروا سوبر ستار، في كثير مشتركين حلوين ومهضومين يعني، ومنهم الشاب هذا من صيدا، من صيدا اسمه محمد جعفير، يمكن ما بعرف اذا بتعرفوه، اللي قلط بتعرفوه اكيد، يعني هو بيشبهني تقريبا. اذا حبيتوه صوتوا له. اوكي نرى يا ولد. كل مره بزعل وبفل الفنان ايمن زبيب، رح نسمعه من محمد من لبنان. بزعل وبفل برجع جبلة ورد وفل، يا ويلي يما من الحب شو بيعذب شو بيزعل. بزعل وبفل برجع جبلة ورد وفل، يا ويلي يما من الحب شو بيعذب شو من قهر بقول هالمرة تركت على طول، كل مرة من قهر بقول هالمرة تركت على طول، برجع مستحي ومفجور وبقلة عندك رح ضل، يا ويدي يما من الحب شو بيعذب شو بيزل. صار لي على هالحال سنين انا وهالقلب المسكين، صار لي على هالحال سنين انا وهالقلب المسكين، علقنا بايدين الحلوين ما كنا نقدر نفل، يا ويلي يما من الحب شو بيعذب شو بيزل. محمد جيد، كنت جيد اليوم، اختيار الأغنية مناسب لصوتك أنا أشوفها، حضورك حلو، أطلب منك في المرة القادمة أنك تتميز أكثر شوية بالأداء، ولكن أنا أتكلم عن اليوم، ما عندي شيء غير أقول أنك كنت جيد اليوم، موفق حبيبي. حمودة شو بتقلط اليوم ولا ما بتقلط؟ ما بعرف نسأل الناس. ليك هلا الواضح انه صوتك يعني بين المشتركين يمكن اصغر شوي بالكبر من المشتركين الباقيين، بس هذا ما بيمنع انه تكون انت مهضوم، يعني اللي عم تعمله على المسرح
مش ضروري الكبر الصوت هو اللي يخليك تصير نجم، بس اليوم بالذات ما كنت ممكن من أدائك. انتبه لتاني مرة. أوكي موفق يا محمد. بقول لك يعني أنت عندك صوت بس بده هوية شوي أكتر، يعني مش عم نعرف هويته كيف عم تكون، وبفكر يمكن لازم تنقي أغنية شوي فيها طرب فيها هدوء أكتر تنقدر نعرف أكتر. وإن شاء الله بس أنت جيد، نشوفك الأسبوع الجاي. محمد النهاردة الأغنية دي ما أظهرت ليش إمكانيات صوتك. أغنية متكونة من 5 درجات موسيقية أو 6، أنت حبيت أن أنت تفرد صوتك أكتر، فرحت قايل بدل القفلة ما تقولها تحت، رحت قايلها في الجواب، وده كتر ألف خيرك أن أنت تعمل حاجة زي كده. لكن ده يعني برضو ما خلانيش أنسى محمد اللي غنلنا قبل كده وعرفنا صوته الجميل، وفعلا إن شاء الله ربنا يوفقك واختار صح بعد كده أرجوك، وده تنبيه. شو يا محمد؟ رح تزعل وتفل اليوم لأنه اللجنة ما كانوا حابينك كتير. الله بابا. شو بتقول للجمهور تيصوت لك؟ الله يجعل أيامكم كلها خضرة. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله يا رب. بعد الإعلان هنسمع ديانا شرانق من لبنان وعبد المجيد إبراهيم من السعودية. خليكم معنا.